المليحة الغوطة الشرقية 3/2/2014 دمار في ممتلكات الأهالي جراء الغارة الرابعة على بلدة المليحة. حسبي الله ونعم الوكيل. دمار في منازل الأهالي. في هذا المكان استشهد أبو زهير ورتين وأبو سامر ورتين ومحمد الرملي وعماد قصيباتي، أربع شهداء وعشرات الجرحى جراء الغارة الرابعة. سلام. سقوط الثلوج في البلدة. حسبي الله ونعم الوكيل.